سلامة، السلام عليكم. الحمد لله، شلونك؟ الحمد لله يما، الحمد لله. وين أبوي؟ الله يكرم أبوي. السلام عليكم يما. لا تبكين يما، لا تبكين. خلي نفكر فيك، نفكر فيك، مشتاقة لك يما. ضايق صدري يوم الأربعاء ما أعطوني اتصال. لا يبا، لا تضايق صدر الشباب، لا تضايق نفسك. يا كان اللي شو اسمه، خلي يبا، خلي اصبري، اصبري يبا، اصبري اصبري، اجر من عند الله، باذن الله ترجعين علي باذن الله. شلون الله يحفظك يما، الله يسخر لك. يوم الاربعاء قلت لهم ابي اتصال ما اعطوني، يعني تدرين يعني بالزين واحد يكلمهم بعده بذوق، ما ابي، لازم نعمل حركات، لازم نعمل مشاكل، لازم نصارخ، لازم نحرق الدم، وانا امسك اعصابي واقول يلا مع اليوم ما بيعطوني بعدين بيعطوني، يعني كم اتحمل، كم اتحمل، انا محبوسه بهالغرفه مده سنه، لا شيء يلمسني، لا هواء، لا شيء، محروبه من ابسط حبوبي، ما بعملهم شيء، ما بهم يعاملوني معامله مميزه، ليش كذا يتعاملون معي؟ هذا شو يسوي؟ هذا الجزاء، من حقي اطمن على امي وابوي، من حقي اتواصل معهم، من حقي اطمن عليهم. سبحان الله، والله يما، والله قاعدين يما من جينا، والله يما التليفون جنبي، اقول يمكن اقول حق اسمه، يمكن تتصل انتبه اذا بروح بتوضى، والله شيء اقول لك والله العظيم اني تدري قلقانه عليك، وافكر اقول الحين ما ادري وصلوا ولا ما وصلوا، يلا اليوم تدري ضايق صدري، ما اكلت اليوم ابد، ما اكلت، بس شربت شويه، الله يسلمك. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كنت خايفة عليكم، أقول لهم أنا إذا هم تعبانين يجون يعطوني اتصال، خلاص ردوني السجن. أنت اعرف كيف أنا كيف، عفوا أنت غلط، طريقتك غلط، ما عندك إدارة للموضوع. أنا ما أدمر نفسي، ما أهلك، يكفي العذاب اللي أنا فيه والظلم والأذى، والله لعنهم لعنة كبيرة. أنا والدة المعتقلة علياء التي تعيش في سجون الإمارات، دولة الإمارات، مع مرض السرطان، تشوف الموت في كل لحظة، في كل دقيقة. ورحنا وقدمنا إلى ديوان ولي عهد أبو ظبي رسائل أكثر من 5 مرات، بعد مدة نتصل نسأل إيش صار في موضوع عليا، يقولوا لنا طلبكم مرفوض. طيب ليش مرفوض؟ ما يردون. البنت قاعدة حاطينها في مستشفى، في غرفة في السجن، ما في علاج، ما في شمس، ما في هواء، مكبل حديد إيدها ريلها، حتى لدرجة أن لما تروح في دورة المياه تتوضى تطيح في دورة المياه، تتم بالساعات مرمية داخل دورة المياه، عقب يكتشفون أن العسكرية اللي في غرفة تحرسها تشوفها تتأخر، يلقون هالبنت مغمي عليها بالحديد. البنت الحين 4 سنوات قاعدة تموت بمرض سرطان الورم، لو تشوفونها كأن تقولين كواية حاطين على بلاستيك كذا متكرمش وغدد. وشو أقولكم، شو الأمراض، العين ما تشوف، الحين جهة الورم عينها ما تشوف زين، ما تقدر توقف على رجلها، تطيح. وإذا أنا أروح هناك أبكي، أبوها فقد بصره من البكاء، شو مسوين؟ والله الكلام اللي أنا أقولكم يعني مش في الشام ولا في العراق ولا في اليمن ولا في سجون جوال تنامة، في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة. الزيارة يمنعوننا، هذا الأسبوع زيارة ممنوع، لا تجون. ليش زيارة يمنعوننا؟ كل مرة نروح يسوون لنا يعني بهدلة، كل مرة. كم أنا حرمة تعبانة، أروح من مشوار كم 500 كيلو رايح وياي، إحنا في وين وهم أبو ظبي وين بعيد علينا، شو مسوية؟ هي قتلت أحد؟ هي عندها جريمة سرقة أحد؟ هي عملت شو عملت عشان تنسجن؟ ما يردون. كل الوزارات، وزارة الداخلية، رحنا شؤون الرئاسة، رحنا كل مكان، رحت كل اللي يقولون روحوا الديوان، منهم من الديوان، هذا الأمر ما نقدر نتدخل، كله من الديوان. طيب أنا أروح الديوان، كل مرة أروح ما في، يعني قتل عمد. طيب هي شو الجريمة اللي ارتكبتها عشان أنت تقتلها؟
سجن وقيد وحديد، والله سرقة أحد، والله أي شو اللي ضرر اللي طبوا البيت وشلوا بنتيني وودوهم حطوهم في سجن، شو الأشياء اللي سويتها في البلد عشان أنت تقتلها؟ لا أكل، لا كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع، ليش؟